أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. قرار جمهوري بتعيين مستشار للرئيس السيسي للمتابعة. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 405 لسنة 2015 بتعيين السيد محسن محمود أمين السلاوي مستشارا لرئيس الجمهورية للمتابعة اعتبارا من 13/2015. رئيس الوزراء يلتقي أعضاء البنكين الدولي والتنمية الإفريقية. التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بعدد من أعضاء البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقية. يأتي هذا اللقاء في إطار حرص رئيس الوزراء على حل أزمة الدولار التي تعاني منها البلاد في الفترة الأخيرة، ويتضمن اللقاء استكمال المفاوضات بين الحكومة والبنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات 2015 وحتى 2017 بهدف توفير الحكومة للاحتياجات اللازمة من النقد الأجنبية. وعلى صعيد متصل يلتقي رئيس الوزراء بأعضاء بنك التنمية الإفريقية لما له من دور محوري في مجالات التعاون مع مصر في مختلف القطاعات مثل الكهرباء والمياه، وتسعى الحكومة إلى تفعيل هذا التعاون في مجالات جديدة مثل الزراعة والأمن الغذائي، فضلا عن سعي الحكومة لمضاعفة عدد من المشروعات التي يتولى البنك تمويلها بمصر. القوات المسلحة تبدأ تنفيذ عملية حق الشهيد 2 بشمال سيناء. بدأت القوات المسلحة إجراءات أمنية مكثفة في شمال سيناء بالتعاون مع الشرطة المدنية في إطار استكمال المرحلة الثانية من العملية العسكرية الشاملة حق الشهيد التي تهدف إلى تطهير سيناء من الإرهاب. وأعلنت القوات المسلحة اليوم مقتل 20 من العناصر الإرهابية المسلحة وإصابة 12 آخرين وضبط 78 من المشتبه بهم خلال عمليات مداهمة لقوات المسلحة والشرطة لأوكار ومعاقل تلك العناصر بشمال سيناء. الحكومة توافق على استرداد منتجات بترولية من روسيا بتسهيلات في السبب. وافقت الحكومة المصرية على استرداد منتجات بترولية من أكبر منتج للنفط في روسيا بتسهيلات في السداد تصل إلى 90 يوما. وكانت مصر وقعت في يوليو الماضي اتفاقيتي مبادئ مع الشركة الروسية لتوريد منتجات بترولية وشحنات غاز طبيعي مثال لمصر اعتبارا من الربع الأخير من 2015. رئيس حزب النور يبدي استعداده لحل الحزب لحماية مصر. أبدى رئيس حزب النور يونس مخيون استعداده لحل الحزب والانسحاب من الحياة السياسية إذا كان ذلك سيؤدي إلى حماية مصر من خطر الانهيار وحماية الشعب المصري من المخاطر التي تتعرض لها الشعوب الأخرى في المنطقة. واعتبر مخيون أن النتيجة التي حصل عليها الحزب في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية هي أكبر من مجموع ما حصلت عليه الأحزاب المصرية بحسب تعبيره. وقال مخيون إن الحزب سيجتمع اليوم ويقرر موقفه النهائي تجاه الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية برمتها شابها الكثير من الخلل والتجاوزات الخطيرة التي تلقي بظلال من الشك في العملية كلها. وإلى النشرة الرياضية، الرياضة تدعم 3 اتحادات بـ1,400,000 جنيه. اعتمد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مبلغ 1,400,000 جنيه دعما ل3 اتحادات رياضية هي اليد والسباحة وألعاب القوى. وقد وافق عبد العزيز على صرف مبلغ 1,000,000 جنيه كدفعة ثانية للاتحاد المصري لكرة اليد من أجل تنظيم بطولة الأمم الأفريقية رقم 22 والتي تستضيفها مصر مطلع العام المقبل يناير 2016 وتأتي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ويتأهل الفائز بها مباشرة إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وأيضا يتأهل الأول والثاني إلى كأس العالم والتي تستضيفها فرنسا 2017
كما تم تخصيص مبلغ 400 ألف جنيه إلى الاتحاد المصري للسباحة للمساهمة في تكاليف البطولة الإفريقية للناشئين التي أقيمت بمصر الشهر الحالي واستضافتها القرية الأولمبية بالكلية الحربية بالقاهرة. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.